FM. الكلمة ليك. على سلامتكم ومرحبا بكم في المستر تيك في تصريح إذاعي خاص على أمواج الإذاعة الوطنية التونسية. نهار 4/8/2017 أعلن السيد محمد الأنور معروف وزير تكنولوجيا الاتصال والاقتصاد الرقمي وأنه خلال الزيارة إلى ولاية صفاقس تم التعرف على بعض النقائص والتشكيات والإشكاليات على مستوى البث وتم معالجة النقائص هذه. من جهة أخرى أكد الوزير أنه الإذاعة الوطنية باش تكون قادرة ابتداء من نهاية شهر أفريل المقبل على البث على موجات الإف إم على كامل تراب الجمهورية، أي أنه المستمعين بالولايات الداخلية كل باش يتمتعوا قريبا بالبرامج الإذاعية متاع الإذاعة الوطنية، باش تكون مثما حتى مشاكل في البث وإذا كل في إطار تحديث مختلف خدمات الإرسال الإذاعي، إضافة إلى تعسير الأجهزة التكنولوجية المستخدمة وتحسين شبكات البث في مواكبة التطورات التقنية العالمية. في إطار مزيد الترقب بالنسبة لبنسيور التوب نت، نحكيو على التقرب كثيرا من الحرفاء متاعها. نحكيو اليوم على شركة توب نت اللي قدمت الخدمة متاع الهوم سيكيور، دونك الخدمة الجديدة هذية الذكية اللي تخلي المستخدمين مرضي الإمكانية متاع التأمين وحماية المنازل متاعهم عن بعد باستخدام السمارت فون متاعهم. دونك اليوم نحكيو على الخدمة متاع الهوم سيكيور، هي عبارة على حل تكنولوجي مبتكر باش يتم ذلك كل بالمراقبة متاع الفيديو واللي هو مؤمن بالكامل والتركيب متاعه سهل برشا. هي خدمة فعالة وذكية برشا متكونة من كاميرا P1 معناها تقنية عالية برشا وميكروفون زادة انتجري بالنسبة للكاميرا هذه وتمشي بيان سور بالانتون ريال، دونك نحكيو اليوم على السنكرونيزيون بالنسبة للفيديو والصون مع السمارت فون نتاعكم. الكاميرا نتاع الهوم سيكيور جديدة اللي فيها معنا ستوكاج نتاع 6 جيجا إلى جانب بيان سور نجم تحطها اون مود نوي اللي هي حاجة باهية برشا. أبارسا نجم نحكيو على الكاميرا اللي تمشي بال 180 دوغري، تنجم معناها تصور على اللونجل من زيرو حتى ل 180 دوغري 180 درجة وما تحتاج إلى أدريس أي بي، هي الحاجة الجديدة بالنسبة للتوب نت. الخدمة هذه 99 دينار وتنجم تخلصها كل شهر ب 10,000 فرنك، دونك نجم تعرفوا أكثر على الخدمة هذه على موقع توب نت بيان سور وإلا حتى على الباج فيسبوك نتاعهم. يتواصل مشروع المدرسة الرقمية اللي تبث وزارة التربية منذ فترة إلى مناطق بالتراب الجمهورية التونسية. نحكي اليوم على العديد من المدارس الابتدائية والإعدادية وحتى المعاهد الثانوية زادة اللي باش يتمتعوا بمجموعة من المعدات والتجهيزات الرقمية باش يساعدوا المربين والتلامذة على مواكبة نسق التقدم التكنولوجي. في الإطار هذا أعلنت وزارة التربية خلال نهاية الأسبوع اللي فات على تعزيز لائحة المدارس الابتدائية المنتفعة بالبرنامج نتاع المدرسة الرقمية، وخاصة نحكي على المنشآت التربوية الجديدة في الجنوب التونسي المرة هذه في ولاية توزر ومنطقة نفطة بالتحديد. المدرسة زوز مدارس منتفعة بالخدمة هذه اللي هي مدرسة ابتدائية نهج الشابي بتوزر والمدرسة الابتدائية مصطفى خريف بنفطة، واللي معناها وين تم توفير باقي من التجهيزات الرقمية لفائدة المعلمين والإداريين وحتى التلامذة. زادت مثلت في توسكي دي كاسك وحتى دي تابلت وأجهزة أخرى متاع عرض وبث، دونك هذا حاجة جديدة بالنسبة لوزارة التربية اللي قاعدة تقدم في مشروع المدرسة الرقمية اللي ممكن باش تكون على كامل تراب الجمهورية. في منافسة مباشرة نحكيو على كل من الفيسبوك وتويتر، المرضين نحكيو على المنشور نحكيو على الباز متاع اليوتيوب بالنسبة للفيديو. دونك منذ ساعات أطلقت المخطط متاعها اللي نحكيو اليوم على اللايف ستريمينج بالنسبة لليوتيوب، نعرفوا بعد الانستغرام بعد الفيسبوك زادة نحكيو اليوم على اليوتيوب. اليوتيوب كان موجودة عندها الخاصية هذه من قبل لكن موجودة كان على اللابتوب، هاو نحكيو اليوم على الويندوز ولا حتى على الاو اس، المرة هذه نحكيو على السمارت فون. دونك ابتداء من الايامات هذه الشركة قدمت معناها أدلة جديدة نهار 4/8 للمستعملين الكل انهم اللي عندهم ديشان يوتيوب الكل واللي تضم اكثر من 10,000 معناها مشترك في الشان هذه. قالت الشركة متاع يوتيوب على المدونة الخاصة متاعها انه باش توفر الخدمة متاع اللايف قريبا. دونك نحكيو اليوم على اليوتيوبر، دونك نجموا يستمتعوا باللايف يوتيوب مرة هذه كيما اللايف فيسبوك ولايف انستغرام. دونك كيف كيف زاد الميزة هذه اطلقتها سناب شات واللي زاد تمكن المشاهدين متاع اليوتيوب من دفع المال، نجموا يدفعوا الفلوس مقابل الرؤية متاع التعليق متاعهم على الفيديوهات هذية واللي هي تجي في الخانة الأولى بالنسبة للفيديوهات. أهم حاجة نقولوها كيفاش يخدم اللايف ستريمينج على اليوتيوب، الخاصية هذية مسمى معناها للسمارت فون أول حاجة، واللي الأمر الثاني نحكيو عليه أنه لازم تحل الابليكاسيون متاع اليوتيوب على السمارت فون متاعكم، تحطوا بيانسور الهيت كابتور هي وضعية موجودة على اليوتيوب وتبدأوا في بيانسور في البث المباشر أو ديفيزيون ديريكت على اليوتيوب. حاجة باهية أخرى
تزاد لليوتيوب بعد 360 دقري بالنسبه للتكنيك هذه اللي موجوده على بعض الفيديوهات على اليوتيوب، مازالت مش موجوده للناس الكل لكن موجوده. ما هذه نحكيو على اللايف في 2017 شنو مازال اخر ما عملتوش اليوتيوب. نمشيو من اليوتيوب لللينكدين. لينكدين مرة هذه أعلنت أنه بنسور نحكيو على أضخم شبكة تواصل احترافية في العالم باش تفتتح المكتب الأول لها في المنطقة العربية وبطبيعة الحال في منطقة أو مدينة دبي بالإمارات العربية المتحدة، وده كل باش يدعموا القواعد متاع البيانات متاحة في الشرق الأوسط. نحكيو اليوم على المكتب المتواجد في دبي للإنترنت، نحكيو على دبي's إنترنت سيتي واللي باش معناها ياخذ الوظيفة هذه من المقر الفرعي متاع الشركة في المنطقة العربية. هذا كل صرح سيد فرحان سيد هو مدير المبيعات العالمية في شركة لينكدين انه شركة توا فخورة ومتشوقة برشا انها باش تدخل تجربة جديدة في الشرق الاوسط. المكتب تاع لينكدين جديد في دبي باش يضم معناها 7 اعضاء كاو بور لو مومون، ومن بعد باش يزيد يتطور بشوية بشوية. نذكروا انه شركة لينكدين اللي مقرها نتاعها كاليفورنيا في الاصل واللي تضم على الشبكة نتاعها تقريبا 175 مليون يوتيليزاتور حول العالم. نكملوا مع سامسونج المرة هذه، وين أعلنت شركة سامسونج الكورية للإلكترونيكس، نحكيو على سامسونج إلكترونيكس نهار الأربعاء زاد 8 فيفري على العرض الجديد نتاعها. تتمثل في كارت ميكرو اس دي توصل حتى للستوكاج نتاعها 256 جيجا واللي هي مجانا على كل عملية شراء للسمارت فون نتاع الاس 7 ولا الاس 7 ايدج، بنحكيو على الجالكسي بطبيعة الحال، وهذا ابتداء من تاريخ البارح إلى حدود عيد الحب، نحكيو على سان فالنتان اللي هو يجي نهار 14 فيفري 2017. العرض هذا جديد اللي هو في الوقت الراهن موجود كان في الولايات المتحدة الأمريكية أكاو بولو مامون، واللي بيجي تم تفعيل عملية الشراء حصريا ومباشرة على الموقع الرسمي متاع سامسونج، وهذا كل نعلموكم عليه إن شاء الله في الأيامات الجاية. العرض هذا جي معناها جديد تزامنا مع الإعلان الرسمي على الإصدار متاع الهاتف الجالكسي الجديد S8. أكثر تفاصيل تلقاوها على موقع tweetech.com، زادة تنجموا تزوروا الموقع متاعنا www.kabradio.in وإلا الباج فيسبوك متاعنا باش تعاودوا تفرجوا في الفيديو هذايا. ميرسي هبة في التصوير. الكلمة ليك